السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة تحديات ومعلومات متنوعة. النهاردة إن شاء الله في حاجة جديدة كده هنرسمها ونرسم مع بعضينا وشوفوا رأيكم إيه. إحنا بنرسم كل حاجة على الطبيعة إن شاء الله نطلعها شكل رسم بالظبط. دي كده رسمة من كتاب بتاع كيجيهات، عجبتني، بحب أنا الرسم، هنرسمها مع بعض. ايوه بدات صغننه بتغسل ايه السنان. بسم الله. نبتدي بالشعر الاول، نرسم الحواجب. طبعا الرسم مش هتبان غير لما هي تتجمع وتخلص. بس انا من هواة الرسم انا بحب انقل، مبحبش ايه ارسم او اطلع حاجة من دماغي. تمام، ممكن اسكت كده ما اتكلمش شوية، معلش عشان بركز. طبعا ان شاء الله هجيب حمالة التصوير وحمالة موبايل، ان شاء الله برضك ايه هركز اكتر من كده. انا عايز بعد ما تخلص ان شاء الله تقولوا رأيكم بصراحة، بس انا برضك عشان مظلمش نفسي هجيب بس ايه عشان انا برسم بيد واحدة. قلنا نرسم، قلنا تغيير بس ايه الروتين اللي احنا بنعمله على طول، ونبدأ كده مع بعض. طبعا نحب التغيير.
الرسمة دي كده برسمها كده على طول، بس إن شاء الله بقى الرسمة الجاية هنبتدي نشرح ونشوف بنرسم ازاي ونطول ازاي ونمسح ازاي. نقص دي ازاي؟ دي طبعا في نهاية الرسمة ما قلت ما اطولش عليكم، رسمتها بس ان شاء الله المرة الجاية نصورها واحدة واحدة مع بعض عشان برضك نوريكم بنرسم ازاي وبنلون التزيين ازاي وحاجات زي كده. ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة ليوصلك كل جديد. طبعا في رسومات طبعا هتبقى افخم من كده واصعب من كده، انتوا قولوا ايه رأيكم. طبعا دي مصورة يعني ايه، يعني مش رسمها بإتقان قوي بحيث ان انا كنت ماسك موبايل وكده وكنت برسم بإيد واحدة. فان شاء الله اجيب حمالة اللي بتمسك الموبايل وان شاء الله نصور كده مع بعض ونشوف واحدة واحدة ونشوف رسومات. طبعا مستنين رأيكم، اهم حاجة رأيكم يهمنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.